المتحدثة الإقليمية باسم وزارة الخارجية الأمريكية جيرالدين غريفيث. نرحب بك طبعا في قناة التغيير الفضائية وهذه التغطية الخاصة، وأود أن أبدأ بسؤالك حول يعني نسبة نجاح زيارة السيد مصطفى الكاظمي إلى الولايات المتحدة الأمريكية. كيف قيمتم هذه الزيارة وهل هي ناجحة في وجهة نظركم؟ مساء الخير، شكرا على الاستضافة. دعوة رئيس ترامب لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي عبارة عن العلاقة الثنائية القوية بين الولايات المتحدة والحكومة الإيراكية، وأثناء هذا الحوار الاستراتيجي تسعى الولايات المتحدة إلى تمكين وتعزيز قدرات الحكومة الإيراكية اقتصاديا سياسيا عسكريا، ونحن نشارك جميع القضايا بيننا، خصوصا ماذا سوف تكون الخطوات المستقبلية لتحقيق مستقبل أفضل للشعب الإيراكي. طيب، ما هي الأولويات في هذا الدعم الأمريكي بالنسبة للسيد الكاظمي؟ هل هي لمواجهة الميليشيات التي تعمل خارج إطار الدولة؟ هل هي لمواجهة الفساد؟ مواجهة ماذا بالضبط بالنسبة لهذا الدعم؟ طبعاً الأمن والاستقرار سوف يمدد الطريق للإزدهار الاقتصادي، فالآن نناقش الشراكة العسكرية، وبالإضافة لذلك نحن نناقش ضرورة الإصلاحات الاقتصادية والسياسية استجابة لمطالبات الشعب العراقي. فالآن تقدم الولايات المتحدة مساعدة مالية وإنسانية وفنية للحكومة الإيراكية لتعزيز قدراتها على تلبية حاجات الشعب الإيراكي، وأيضا سد هجمات ومواجهة التحديات الأمنية، وبالإضافة لذلك تعزيز المراقبة على الميليشيات وتعزيز قدرات القوات الإيراقية. طيب، لكن نحن سمعنا بهذا الدعم اللي هو 200 مليون دولار، وسمعنا أيضا في العقود مع شركات النفط والغاز وغيرها. هل مع تمديد مدة زيارة السيد الكاظمي في الولايات المتحدة الأمريكية ممكن أن نشهد دعم أكبر من الناحية المادية بالنسبة للعراق، أم خلص تم يعني تلخيص أو لخصت هذه الزيارة بهذا الدعم الذي تم الإعلان عنه؟ لن أستبق الأمور، لكن نحن نتطلع لمزيد من الدعم والتعاون بين الولايات المتحدة والحكومة الإيراكية، لكن الهدف الأساسي هو تمكين الحكومة الإيراكية كي تكون قادرة على قيام بمهاماتها، والولايات المتحدة ترحب بالتقدم الذي حقق رئيس الوزراء الكاظمي، وسوف نواصل مع شراكة معه لتحقيق مزيد من التقدم. طيب، لكن سمعنا عن الانسحاب الأمريكي خلال 3 سنوات من الآن. الولايات المتحدة الأمريكية وسبق للرئيس دونالد ترامب يعني أعلن قلقه من هذه القضية وأعلن انزعاجه أول ما صدر القرار من البرلمان العراقي في السابق بإخراج القوات الأمريكية والقوات الأجنبية في الكامل. لماذا هذه المرة وافقت الولايات المتحدة الأمريكية على جدولة الانسحاب ووافق ترامب على هذه الشروط برأيكم؟ فيما يخص الحرب ضد داعش، قد وصلنا إلى مرحلة جديدة، تم قضاء على خلافة داعش 100%، والآن نحن نركز على تعزيز قدرات الحكومة الإيراكية لسد الهجمات ومواجهة التحديات الأمنية. فالآن نحن نقوم بتشاورات دبلوماسية مع شركائنا في الحكومة الإيراكية لإيجاد العدد الأنسب للقوات الأمريكية، وبالإضافة لذلك نحن نعمل في إطار التحالف الدولي، وأثناء هذا التحالف تم تدريب أكثر من 200,000 جندي، فهذا تقدم مهم جدا للحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق، ونحن نركز على حفاظ على هذا التقدم وضمان قدرات القوات الإيراكية لقيام بهذه
هذه هي الالتمازات بمفردها. طيب هل اليوم يعني المواطنين العراقيين يعتقدون أن الميليشيات تشكل خطراً أكبراً من داعش على العراق؟ هل الولايات المتحدة الأمريكية تضع نفس هذه الحسابات ضد الميليشيات الموجودة اليوم في العراق؟ يعني ألا تعتقد الولايات المتحدة الأمريكية لو انسحبت من العراق ممكن لهذه الميليشيات وإيران أن تبسط سيطرتها على العراق في رأيكم؟ الولايات المتحدة تثق بقدرات القوات العراقية لحماية الشعب العراقي وحماية حدود دولة العراق، وطبعا من المهم جدا أن تكون جميع القوات العراقية تحت سيطرة الحكومة العراقية بدلا من تحت سيطرة إيران أو أي طرف آخر. فبالتالي الولايات المتحدة تعمل لضمان سيطرة الحكومة العراقية على جميع القوات، ونحن نحث على عدم التدخل الأجنبي الخبيث فيما يخص عمان وزعزعة استقرار إيران. هل العقوبات التي سمعنا بها التي تنوي الولايات المتحدة الأمريكية أن تطبقها على إيران الآن تأتي جزءاً أو كجزء من الدعم الأمريكي للعراق بشكل غير مباشر؟ طبعاً التدخل الإيراني الخبيث في العراق، في اليمن، في سوريا، في كافة هذه المنطقة زعزعة استقرار الشرق الأوسط، والآن الولايات المتحدة تمارس الضغط الأقصى على النظام الإيراني لحد من هذا التدخل الخبيث. ومن وجهة نظر الولايات المتحدة لا يسب التدخل الإيراني في مصلحة العراق، ونحن نعمل مع الحكومة العراقية لتعزيز قدراتها وأيضا تعزيز علاقاتها مع دول الجوار مثل دول مجلس التعاون الخليجي، كي تكون علاقة دولة العراق مع جيرانها العرب أقوى ومثمرة. هل قدم السيد الكاظمي بحسب علمكم مشروعا أو ضمانات معينة من الحكومة العراقية بأنها ستقوم مثلا بمواجهة الميليشيات، بالإصلاح، بالانتخابات؟ وهل أعجب ذلك الرئيس ترامب والمسؤولين الأمريكيين الموجودين اليوم في واشنطن؟ الآن إدارة ترامب تناقش هذه المواضيع مع رئيس الوزراء كاظمي، ونحن نرحب بالخطوات التي أعلنت السيد كاظمي، ولا نستبقر الأمور، لكن نحن نتطلع لمزيد من التقدم من قبل الحكومة العراقية في هذه المجالات. طيب هل سيكون هنالك بيانا يخرج من هذا الاجتماع الفردي بين السيد الكاظمي والرئيس ترامب؟ هل ستكون هنالك معلومات أم ستبقى بعض الأمور سرية؟ هذا هي الحوار فقط جزء من العلاقة طويلة الأمد وعميقة بين الولايات المتحدة والعراق، فطبعا سوف تكون تصريحات بعد اختتام زيارة السيد الكاظمي، وأيضا سوف تكون خطوات ملموسة على أرض الواقع لتنفيذ الخطوات والاتفاقيات التي وقعنا مع الحكومة العراقية أثناء هذه الزيارة. طيب بسؤال أخير الآن، يعني بالنسبة لمواجهة تنظيم داعش الإرهابي، هل ستكون هنالك خطوات مكثفة داعمة للعراق في مواجهة داعش في الأيام القادمة والجيوب الموجودة التي تهدد في بعض الأحيان بعودة خلافتهم المزعومة من جديد؟ مثل ما قال رئيس ترامب، تم قضاء على داعش، خلافة داعش 100%، لكن الولايات المتحدة تدرك بأن هناك بعض الجيوب والخلايا ناعمة، فبالتالي سوف نواصل جهودنا في إطار التحالف الدولي لتعاون مع القوات العراقية لصد هذه الهجمات وقضاء على داعش بشكل دائم.